نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. طبعاً إحنا عارفين أنه نجوم التاسعة مسابقة مهمة موجودة بقالنا فترة بنتكلم عنها هنا في البرنامج وفي القناة الأولى، لكن كعادتنا دائماً إحنا نحب نستنى لآخر وقت، نحب نسلم المشروع في آخر وقت ونخلص شغل في آخر وقت. فإحنا عارفين وبنفكركم عشان عارفين إن في ناس بيقولوا آه ده هي لسه لآخر الشهر. الخبر بس اللي أنا عايز أقوله لكم النهاردة 29، فاللي كان مستني النهاردة 28، فاللي كان مستني بقى لآخر يوم، فاضل يومين ويتم غلق باب استقبال المواهب وتبدأ بعدها مرحلة التصفية والفرز ونوريك مواهب وإبداعات. لكن لو أنت عاوز تكون واحد من هذه المواهب، الحق قدم. التقديم بسيط، على صفحة برنامج التاسعة مباشرة تبعت مسج على صفحة البرنامج، وعنوان الصفحة موجودة على الشاشة، مش عن طريق الايميل لانه ناس كتير سالت هل في ايميل ولا، مش عن طريق تليفونات، مش عن طريق انك تبعت الفيديو لاي حد بيشتغل في القناه الاولى، لا خالص، على صفحه برنامج التاسعه عشان ان شاء الله نكتشف مواهب حلوه وعظيمه، واحنا متشوقين جدا انه نشوف هذه المواهب.